فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع شهر. لجنة الانتخابات خرجت منذ 7 دقائق ديسيزيون متاعها بخصوص قائمة محمد علي البغديري. نعطيكم شنو جاء في الديسيزيون. في إطار سعي الهيئة المستقلة للانتخابات للتحري من سلامة وثائق مترشحي الانتخابات جمعية النادي الإفريقي، تمت مراسلة العديد من الجهات المعنية. قد تلقت الهيئة المستقلة للانتخابات مراسلة من إحدى الوزارات بتاريخ 15 جويلية 2020 يوم أمس يعني، وقع التأكيد من خلالها أن الشهادة العلمية المقدمة من طرف السيد محمد علي البغديري لا تخضع للإطار القانوني الحالي لاعتراف بشهادة التكوين المهني المتمثل في الأمر عدد 1937 سنة 1994 المؤرخ في 20 جوان كذا وكذا، ومتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر. وحيث قدم السيد محمد علي البغديري بتاريخ 16 جويلية 2020 وثيقة تضرب مع محتوى المراسلة الرسمية المذكورة عليه والوردة من نفس مصدر الوثيقة بتاريخ 15 جويلية 2020، وعليه اللجنة المستقلة للانتخابات قررت الأمر قصد التثبت في المعطيات المضمنة في الوثيقة المقدمة بتاريخ 16 جويلية 2020 من قبل السيد محمد علي البغيري، على أن تعقد الهيئة تعقد اجتماع آخر يوم الجمعة غدوة يعني 17 جويلية بعد أن تعهدت مؤسسة الدولة بمعنية برد غدا الجمعة 17 جويلية، يعني تأجيل من جديد النظر في القضية اليوم غد إن شاء الله. طلبت يعني لجنة الانتخابات من الجامعة أو من الوزارة المعنية اللي قدمتها الوثائق الشهادة محمد علي البغديري غدوة تنتظر رد من عند الجامعة، وعليه غدوة نستناو أنها تخرج ديسيزيون بتاعها في قائمة محمد علي البغديري. نجم نشوفها أنها كمؤشرات إيجابية من قبل اللجنة يعني، بعد ما أكدت الوزارة أنها باش تجاوب غدوة على الجامعة وغدوة يتم اتخاذ ديسيزيون نهائي. حاليا الاجتماع في الجامعة مازال متواصل، بعد شوية باش يكون معنا بالتليفون السيد أحمد الكندرة تنحكيه أكثر بالتفاصيل على ديسيزيون هذا، لكن توا معنا بالتليفون السيد نبيل السبعي اللي عمل البارح تدوينة لقاءات صدية واسعة من قبل أحباء نادي إفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا من خلالها الهيئة المستقلة للانتخابات. أنا سميتها تجاوز القانون، تأكد لي هو صحيح ولا المصطلح اللي استعملته. وين سي نبيل معنا بالتليفون؟ أهلا بك سي نبيل. سي نبيل أستاذ نبيل السبعي نستناه ويكون معنا بعد شوية بالتليفون. كان عمل تدوينة على موقعه أو صفحته الشخصية على فيسبوك، دعا من خلالها كما قلت سميتها تجاوز القانون. هنا خلينا نقول يطفيوا الضوء على لجنة الانتخابات باش يطفيوا الضوء نقولوا على الوثيقة الناقصة او شهادة المعادلة الناقصة من السيد محمد علي البغديري. في انتظار يكون معنا سيد نبيل السبعي العضو السابق في الهيئة السابقة للنادي الافريقي هيئة سليم الرياحي، باش يكون معنا بالتليفون بعد شوية باش يحكي على التدوينة هذه. توا نسمعوه شنو يعلق، كان رسالة وجهها للهيئة الانتخابات على صفحته على فيسبوك. سي نبيل أهلا بك. أهلا بك، مرحبا سلام. أهلا وسهلا. دونك ما عرفت سمعت معايا الديسيزيون تاع اللجنة اللي خرج قبل شوية ولا؟ سمعت سلام، نعم سمعت، وأنا عكس من اللي قلت وأنت ربما أنت اعتبرتها مؤشرات طيبة، أنا هذه بالذات نعتبرها مؤشرات سيئة وسلبية، لانه اليوم معناتها السيد البغديري قدم بدايه على الاقل انا نسميها حجه على صحه الوثيقه اللي قدمها. انا نستغرب يعني توا اليوم وقت ما تقول الهيئه المستقله للانتخابات اللي الوثيقه هذه يتناقض مضمونها مع الوثيقه الاخرى التي قدمها، معناتها توا وثيقه ثانيه لما مدلسه ولا شنو؟ معناتها احنا كي باش نثبتوا ما هي وثيقه تحمل على الصدق، هي تقدمت من الاداره مختصه، المفروض معناتها احنا نتسهل. وانا راني سمعتك سلام كي قلت ما تحدثتش على خرق القانون وانما قانون الجمعيات، راهو في الجمعيات الرياضيه. انا قلت حتى في التدوين نتاعي ما تسيرش كيما الشركات خفيه الاسم ولا تسير كيما الادارات العموميه والانتدابات. لهنا راهو الغايه اللي كانت من الشهاده العلميه المطلوبه هذه انه الرئيس تكون عنده معناتها مستوى علمي معين مطلوب، معناتها في نادي كبير الغايه منه نجنبه كما بعض الانديه اخرى فيها رؤساء ما ينجموش حتى يعمروا شيك، معناتها وما يعمروش بعض الوثائق، هذه الغايه منها، ماهيش الغايه راهي معناتها انه بتكون له الوثيقه هذيك مدخل معناتها هكا باش يترأس الجمعيه. فمن المفروض القراءه نتاع الفصل هذا اللي متعلق بشروط الترشح لرئاسه النادي تكون قراءه فيها نوع من اللكسيزم، نوع من المرونه،
معناتها اللي تخلي الرئيس في الظرف الحالي، خاصة وأنه ما فماش مترشحين بعد ما كذبوا علينا الناس هذوما اللي جاوا وقدموا رواحهم واللي عندهم برشا شهيد وعندهم برشا فلوس وعندهم مكراتب متاع شهيد هذوما الكبارات هذوما جبدوا رواحهم. لقينا سيل بغديري معناتها احنا يزيه النادي الفريقي من حالة الفراغ هذية، وما تساعدش للنادي الفريقي وما تساعدش للجامعة أيضا اللي من الحقيقة واللعبة، معناتها أنا نعتبره واللعبة، حتى صفحات الرسمية معناتها مليئة كل يوم بالبلاغات حول النادي الفريقي. لا، النادي الفريقي يلزم يرجع إلى دياره، يرجع إلى صفحته الرسمية ويرجع إلى الخزينة المالية متاعه وإلى المتصرف المالي متاعه، يزينا معناتها من هالأشياء هذه ومن هالوصاية هذه بارك الله فيها الجامعة الشيء اللي عملته هذه. ولكن حالة الفراغ هذه لابد إليها أن تنتهي. اليوم سيل بغديري ضرب على واحد معناتها وقدم روحه وما خافش في الظرف هذا بالذات، أنا راهو ما عنديش بيه حتى مصلحة على شيء، نتكلم توا نادي الفريقي ومصلحة النادي. اليوم معناتها اللجنة المستقلة الانتخابات هذه قبلت، احنا نذكروا في الماضي راهو وقت ما معناتها تقدمت القائمة في ساعة متاع ساعة السلام اليونسي فيها زاد إخلالات، ولكن القراءة اللي كانت وقتها فهمتني نتاع اللجنة رأية شنو ما كانوا الإخلالات وقتها سنبيل؟ نفس الإخلالات ولا معناتها وتجاوزت الإشكالات سنبيل تسمع فيها قدك شنو ما الإخلالات وقتها كانوا نفسهم الإخلالات ولا نفس الشيء؟ نفس الشيء متعلقة بالشهادة العلمية، هي سي عبد السلام اليونسي يظهر لي وقتها متحصل للشهادة من 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 دولة سوريا كيف كيف زاد ما فماش معادلة، تبقينا فهمتني وقتها السي عروس وقتها يترأس اللجنة تفهم الوضعية هذه واعتبر اللي معناتها الترشح لرئاسة النادي ما يتوقفش يعني على الوثيقة العلمية هذه، هو مش يتقدم إلى مناظرة ولا مش يتقدم إلى منصب هكا فهمتني في الدولة. احنا نتعاملوا أنا أنت سي كندارة معناتها نعتبره معناتها رجل قانون كزميل وزاد مسير في النادي الرياضي البنزرتي، يعرف الأندية راهو بالقذاء ويعرف التسيير بالقذاء، يعني الحقيقة هل الشرط هذا هو موجود صحيح ولابد من إعادة النظر فيه في القانون الأساسي، ولكن لابد من التعامل معه بمرونة تامة. ما لكن يجيك سواء أنت غدوة يجيك في حمادي بسبيع مش يترشح تقول له تراجيب لي الباك، ولا يجيك ما نعرفش شكون أنا آخر فهمتني عنده ما أنت ذو قيمة مالية ويسير في مؤسسات كبرى ورئيس مدير عام تاع جامعة تاع مؤسسات كبرى تقول له اعطيني الباك، معناتها الحقيقة الشرط هذا هو موجود ما ننفيوش، ولكن لابد من التعامل معه بمرونة. وانا نطلب من سي احمد كندارة معناتها بصفته رجل قانون وبصفته مسير وبصفته رئيس لجنة مستقلة للانتخابات يراعي ظروف النادي الفريقي اليوم بدون مسيرين. اليوم النادي راهو معناتها كنقول لك انا يشرف عليه زوج من الناس في رفعت الدريدي مدرب وسي حمد الوسلاتي، وهذا غير كافي الحقيقة، معناتها لابد لهنا للهيئة مديرة معناتها تكون منتخبة. وفما الحل راهو موجود، معناها في زحمة كنتارة كان نهارة الجلسة الانتخابية يعرض المسألة فهمتني على المنخرطين اللي باش يحضروا باش يكونوا حاضرين من الصباح، ويعرض النقطة هذه للتصويت اللي هل تقبلوا بالملف هذا على رغم الخلل اللي فيه. كان قبلت الـ يعني المنخرطين كان قبلوا انتهى الأمر، وكان رفضوا زادة كذلك الحل هذا قانوني يخرج من يديه المسألة، يعني تعرف انت سنبيل الحل هذا قانوني سنبيل قرروا هما اللي يعرفوا، المنخرطين هما اللي يعرفوا مصلحة النادي أكثر من غيره. اي نعرف، ويقال الجلسة العامة سيت نفسها يقولوا الحل هذا ينجم يكون قانوني، معناها موجود في القانون الأساسي، هذا هو الحل القانوني راهو. ويقول لك توا الجلسة العامة هذه راهي انتخابية، راهي الجلسة الانتخابية بالقانون الأساسي نتاع النادي الفريقي تعقد بنفس الشروط نتاع الجلسة العامة العادية، والجلسة العامة العادية هي أعلى سلطة في النادي الفريقي، معناتها راهو لهنا ردوا بالنا المنخرطين هما اللي قرروا في شأن النادي، إذا كان قبلوا مع هالخلل ولا النقص هذا في الوثيقة مرحبا، وإذا كان رفضوه زاد كذلك مرحبا، ونمروا المرحلة اللي من بعدها. هذا هو الشيء اللي نجم يصير، خلينا يساعدونا باش نخرجوا من حالة الفراغ هذه. اليوم الملاعبية عقودهم معناتها منتهية وينتظروا فهمتني في رئيس جديد، وكما قلت أنا في التدوينة فما الوزارة عندها مبلغ تقريبي فوق 350 ألف دينار نتاع كورونا، هذايا المساعدات اللي عطاتهم للدولة للأندية ما نجمتش تسلموا، لأنه تعتبر اللي رئيس النادي معناتها في وضع غير سليم من ناحية قانونية مستقيم، وكذلك فما معناتها مبالغ أخرى مودعة في صندوق
هذايا نتاع الاطخاس هذايا زاد كثيف فما ما يفوق 200,000 دينار، وفما زاد مزودين وفما لاعبين تجديد عقود. ونزيد كان فلوس الانخراطات زاد. استقل للانتخابات على تجاوز هالخلل هذايا راهو ماهوش في خرق للقانون بقدر ما هو تطابق مع القانون. يكفي ان نعرض الشيء هذا على الجلسه العامه الانتخابيه في الصباح لمده ساعه من زمان ونعرضوه على التصويت. اذا كان قبلوا المخرفين يا مرحبا، واذا كان رفضوا زاد كيف اراده المخرفين هي تحدد مصير الناس. نزيد كان على الفلوس اللي سميتهم في الوزاره، نزيد كان فلوس الانخراطات ايضا بخلاف الفلوس نتاع الجامعه. زاد الجامعه قالت في بلاغ لها قالت لن تسلم الا الهيئه الجديده هيئه مديره منتخبه، واحنا نعرفوا توا الانخراطات فات عددها 3000 معناتها و100 معناتها مبلغ باهي، هذا يحل لنا مشاكل نتاع برشا جوهرات. وخليه سي البغديري ينطلق معناتها، واكيد باش يعمل حزام من جميع ابناء النادي كما تعهد هو، ونشوفوا احنا على كل فهمتني نرجعوا مصير النادي في سنه المئويه هذه بين يدي احبائه وبين يدي منخرطيه. وخلينا نخرجوا من جلباب الجامعه اللي هي راهي مشكوره وبارك الله فيها، لكن هي ما عادش نجم، والزاده فهمتني معناتها ابناء النادي ما عادش نجم. وانا بودي نحل صفحه النادي معناتها الصفحه الرسميه النادي، نقرا فيها البلاغات ونقرا فيها الاخبار ونقرا فيها يزينا من قراءتها في صفحه الجامعه. انت توا رجل القانون تعرف اكثر مني يا سي نبيل. الحل الثاني اللي قلته نتاع الجلسه العامه يمكن يكون حل موجود هذا، لكن حلول معناتها ان التلوم على هنا على القانون الاساسي نتاع الفريق، ما تلومش على لجنه الانتخابات اللي بتطبق القانون هكا ولا؟ شوف القوانين الاساسيه راهم مهزومه، قوانين ستاندار. انت كان تشوف يعني بخلاف بعض تو هذه النقطه المتعلقه بالشروط موجوده راهي في جميع القوانين الاساسيه نتاع غالب الانديه، وموجوده حتى بالنسبه للجامعه التونسيه كره قدم. يعني فما شكون حتى يطلب باك بليس دو مش باك، احنا الحد الادنى باك. هو كما قلت لك الغايه منه كانت انه الرئيس يكون يعني ما عنده نوع من الثقافه ونوع من التكوين. الغايه ما رئيس النادي هو ديما المهم فيه الجانب المالي والجانب الاداري اكثر منه الجانب يعني العلمي، والواحد هذا مش مطروح. راهو احنا ماناش في جمعيه ثقافيه ولا جمعيه معناتها اخرى ما سياسيه، احنا في جمعيه رياضيه. يكفي انه يكون الرئيس عنده استعدادات ماليه، ويكفي انه يكون عنده حد ادنى من الثقافه معناتها الرصيد الثقافي، هذا كافي. صحيح قلت لك اللي النقطه هذه يتحمل مسؤوليتها النادي في وجود الشروط هذه، لكن تلزم الهيئه المستقله للانتخابات تتعامل معها بمرونه ومرونه تامه، خاصة وأنه فما مترشح وحيد، فما هيئة مترشحة وحيدة، وسهلوا لها الأمر وخليوا الأمر للحكم للجماهير فهمتني تاع النادي. هما إذا كان اختاروها فلهم التقدير، وكان ما اختاروهاش معناتها هذيك حاجة أخرى. تو نمروا للمرحلة اللي بعدها في قراءة أخرى للقانون الأساسي. أستاذ أنت رجل القانون وتعرف أكيد حاولت وتعرف أكيد السيد أحمد كندرا رجال القانون كيف زملاء، حاولتوش الاتصال حاولتش الاتصال به مثلا وصلت له مقترح نتاعك أثرت عليه شوية في النقطة هذه ولا؟ والله وصلت له وصلت يا اسلام ان شاء الله. شنو كان موقفه؟ هو راهو انا علاش نقول لك نستبعد؟ على خاطر راهو فما مكان الجلسه العامه يلزم يتحدد، وتوا احنا ما نعرفوش المكان. يا اخي الجامعه عندها عصا سحريه في 3000 منخرط باش توفر لهم فضاء، ما صعيب ياسر. انا بالنسبه لي اكيد راهي عندها فكره، راهي عندها فكره وين باش تمشي باش تمشي وباش تحضر ومن غدوه الجامعه باش ترتب فضاء كبير يتسع لجميع المخرطين. انا في نظري هنقول لك من توا العمليه هذه شبه مستحيله، وهذه مماطله زايده عملتها لجنه الانتخابات. فانا نعتبر انه تقريبا القرار متخذ وفما شبه رفض للقائمه. قلت لي وصلت له، شنو كانت اجابته؟ المكان قلت لك وين باش تجرى الجلسه العامه، ما عندناش علم وانه موجود توا هذا وقع الريزرفاسيون تاعه. يصعب ياسر في نهارين باش تلقى فضاء، انا كنت في النادي في التسجيل ونعرفوا باش تلقى فضاء في الزنروج هذه معناتها توا سياحيا وكذا واداريا. طيب ياسر باش تلقى فضاء تجري فيه الجلسه العامه في التقييم. ينجم يكون القاوة مازال ما اعلنوش سي نبيل، لكن قلت لي وصلت له، انت شنو هو موقف نتاعو كي وصلت له؟ والله مازال ما تلقيتش انديريكتومون معناها. كان اقتضى الامر باش نمشي باش نتصل به معناتها خاطر كان هو في اجتماع باش نحاول نتصل به ونعرض عليه انه يعرض الموضوع على الجلسه العامه ويترك الموضوع باش يديه باش ما يقولولوش نهار اخر راك خرقت القانون، ولو انه ما فماش خرق للقانون. الاستاذ عروس في الانتخابات الفارطه
كذلك قبل قلت لك قائمة السيد عبد السلام اليونسي ولو انها افتقدت معناتها للشروط بنفس الوضعية هذه وتجاوزناها وحتى حدمت عن فيها وحتى كان فما مشكل معناتها مع المنخرطين يا سيدي فما مجال الطعن مفتوح معناتها ينجموا يطعنوا المنخرطين اللي ما عندهمش مصلحة ويقوموا بإسقاط القائمة هذه يعني يخلي الشأن داخلي بين الكلوبيسية بين أبناء النادي الأفريقي. أنت قريب لسليم رياح زين بيت شنو موقفه من اللي قاعد صاير اليوم؟ والله لا الحقيقة ما تحدثناش في الجانب هذا ما نتصور نفس الشيء معناتها هذا الموضوع نتاع الوضعية الوقتية والمؤقتة والفراغ هذا حتى حد ما يرضى بيه أنا ما نتصورش أنه سليم رياحي ولا غيره وأنا توا نحكي نادي الأفريقي احنا وصلنا لمرحلة توا يلزمنا معناتها كوت كوت نخرجوا من هالوضعية هذه خاصة بعد ما انتفض حوله الكبارات معناتها اللي تسمي هذه مكنتاش أنا كانهم كبارات في العمر فهم كبارات بالحق وكانهم كبارات في المال ما يظهر ليش فهمتني وهذا مش ثابت وعلى كل حتى التقارير المالية السابقة متاع النادي الأفريقي تقول اللي ما همش كبارات واضح يعطيك الصحة شكرا لك سي نبيل السبعي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى 15 بعد شوية بالتأكيد بعد الأخبار باش يكون معنا السيد أحمد كندارا رئيس لجنة الانتخابات ناخذوا شنو من حيث يد على ديسيزيون اللي وقعت